رابع اعتقد كمان قائم، لكن كمان صراع الهدافين اعتقد ان شاء الله باذن الله لصالح محمد صلاح. يقترب من حسن محمد صلاح وارقامه في المباراه ارقام على مستوى عالي جدا. محمد صلاح يجيب هدفين وبيعمل اسيست، وبالتالي ان شاء الله محمد صلاح هو الاقرب للوصول ليكون ان شاء الله هداف البريمير ليج. طبعا ارقام محمد صلاح طبعا 90 دقيقة وست دقائق وقت ضايع، اهداف هدفين، صناعة الاهداف هدف، صناعة الفرص اربع فرص، والتصويب على المرمى ستة، ما بينهم اربعة ما بين القائمة والعرض، يعني ما بين القائمة والعرضة، والتمريرات الصحيحة بنسبة 88%. الكل كان متخوف من اداء محمد صلاح بعد طبعا خسارة منتخب مصر للبطولة الافريقية، ان هياخد وقت شوية انه يرجع تاني ويعيد زي ما بيقول يشغل المكنه تاني، لكن محمد صلاح ما شاء الله قدر سريعا جدا جدا انه بيقفل الصفحه بشكل او باخر ويستمر في تالقه في البريمير ليج. محمد صلاح لعيب محترف، لعيب وصل لدرجه عاليه جدا من الاحترافيه، من الثقه كثقه اللعيب يلعب في البريمير ليج على طول هو طوى احزانه. احنا شفنا اول ما رجع على طول رجع برغم حاله الحزن اللي كانت عليه، بس هو رجع على طول يا كابتن على التدريبات من تاني يوم على طول رجع وانتظم في التدريبات، وقال للمدرب انه عايز يشارك في المباراه رغم انه قعد احتياطي في اول مباراه ليه، الا انه طلب من كلوب انه يلعب على طول من اول مباراه. فهو لعيب طموح. محمد صلاح لديه هدف واضح اعلن عنه صراحه في البالون دور اللي فاتت، هو عايز يبقى افضل لاعب في العالم، عايز يفوز بلقب افضل لاعب في العالم باذن الله بنسبه كبيره جدا لو قدر الموسم ده يكمله زي ما هو وبنزل باذن الله بيقترب من لقب الهداف ويفوز مع ليفربول بلقب سواء دوري ابطال اوروبا او الدوري الانجليزي، هيكون محمد صلاح مرشح بقوه كبيره جدا انه ينافس الموسم ده على لقب افضل لاعب طبعا العالم. البطوله الافريقيه كانت هتبقى بالنسبه له كبيره جدا جدا في سباق كاحسن لاعب في العالم، لكن اعتقادي الشخصي لهذا الاداء ويكون هداف الدوري الانجليزي وممكن جدا يفوز بالبريمير ليج او يفوز بالتشامبيون ليج، فده هيكون كمان يعني نقطه جيده جدا جدا في وجود محمد صلاح او تتويج محمد صلاح اخيرا باحسن لاعب في العالم. تعال نشوف انا وانت يا هاب يعني قائمه هدافي البريمير ليج لغايه دلوقتي. طبعا اكيد بيتصدرها محمد صلاح، وزي ما قال ايهاب نتكلم على اول ثلاث هدافين او قائمه هدافين في الدوري الانجليزي كلهم من ليفربول. نتكلم على محمد صلاح 19 هدف، دييجو كوتا بيتكلم 12 هدف، ساديو ماني 11 هدف، ورحيم ستيرلينج طبعا المان سيتي ب 10 اهداف. فده بياكد ايهاب زي ما انت بتقول ان فريق ليفربول تحت قياده يورجن كلوب افضل فريق في العالم على مستوى يعني الخط الامامي او الخط الهجومي. فريق هجومي مرعب يا كابتن، فريق هجومي مرعب، كل اللعيبه بتاعته يعني كلهم عندهم شهيه احراز الاهداف، كل خط الهجوم عنده، حتى لو جبنا فيرمينيو كمان هتلاقيه 6-7 اهداف اللي هو اللي ما بيشاركش دايما اساسي معاهم، لان بيسجل اهداف بيسجل اهداف حاسمه كمان حاسمه مع الفريق. خلي بالك ان برده قعاده برده كان بسبب ديجو جوتا، المهاجم الشاب اللي هو مقتنع بيه يورجن كلوب بنسبه كبيره، بس مع اصابته في الفتره الاخيره رجع تاني نشوف فيرمينيو بيبدا تاني المباريات. ففريق ليفربول السنه دي انا شايفه يعني رغم ان السيتي متفوق حاليا، ولكن انا شايف ان ليفربول هو الاقرب للقب الدوري الانجليزي. المنتدى اللي عملوها وتقليص فارق النقاط من جديد ده ادى دفعه كبيره جدا للعيبته، ادى دفعه كبيره للجهاز الفني، الجماهير بتاعت ليفربول حاليا بداوا يفكروا بقوه في لقب الدوري السنه دي من جديد. ما فيش شك طبعا كل الاماني بالنسبه لجماهير ليفربول للحصول على الدوري. كمان المان سيتي اكيد جماهيره بتطمع في هذه البطوله بشكل كبير. النهاية طبعا بنشكرك شكرا جزيلا ايهاب، نورتنا وشرفتنا وكان لقاء ممتع كالعادة يعني. شكرا كابتن هاني وكنت سعيد بتواجدي مع حضرتك. شكرا جزيلا لك يا ايهاب. بعد الفاصل لنا عندنا فقرة مهمة جدا، يمكن اتكلمنا يوم الاثنين اللي فات عن اللي يميز يورجن كلوب على الأداء الهجومي من خلال تحليل رائع للناقد الرياضي محمد الباز اللي هيكون معانا بعد الفاصل، عشان عندنا كمان مقارنة حلوة قوي ما بين صلاح ومحرز و حكيم طبعا لعيب التشيلسي على الأداء على التواجد على التهديف على الأسيست، كل ده من خلال قائمة كبيرة جدا من التحليل. كمان عندنا هو إيه اللي عمله توخيل مع تشيلسي من ساعة ما جه، هو ليه تشيلسي ظهر بهذا الأداء الرائع مع توخيل بعد مجيئه، هنشوف كل ده مع محللنا والناقد الرياضي محمد الباز بعد الفاصل.